أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها استعدادات سيئون لاحتضان جلسة البرلمان والتحديات الأمنية. اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف طائرة مسيرة فوق سيئون في حضرموت، وقالت مصادر عسكرية أن الطائرة سقطت في أحد الجبال بالقرب من مطار سيئون دون حدوث أي إصابة، يشار إلى أن المدينة تستعد لاستقبال الرئيس هادي أعضاء البرلمان وعدد من سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن للمشاركة في جلسة مجلس النواب السبت المقبل. في غضون ذلك أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عصام الكثيري أن السلطات المحلية استكملت كافة ترتيباتها لانعقاد الجلسة في سيئون، وأكد في تصريح صحفي أن هناك خطة أمنية دقيقة عدتها السلطات الأمنية والعسكرية في المحافظة، متوقعا أن يبدأ اليوم وصول أعضاء مجلس النواب والحكومة إلى المدينة. نبدأ النقاش بعد التقرير. استنفار أمني غير مسبوق في سيئون عاصمة وادي حضرموت على إثر هجوم بطائرة مسيرة فاجأ الجميع عدا المضادات الأرضية التي كانت يقظة وأسقطت الطائرة في محيط المدينة. لم تمر ساعات على إسقاط الطائرة الأولى حتى أعلن محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية عن إسقاط طائرة مسيرة ثانية كانت تحوم فوق سيئون أيضا. البحسني في مؤتمر صحفي كشف عن هوية مصدر الطائرتين المسيرتين وأنهما تتبعان الحوثيين، وقال إن خبراء تمكنوا من تحديد نوعهما ومصدر تصنيعهما أيضا. وفي رسالة تطمين قال المحافظ إن الأوضاع الأمنية مستقرة والترتيبات في أعلى مستوياتها لانعقاد جلسة البرلمان الاستثنائية، داعيا المواطنين لعدم القلق من محاولات إقلاق السكينة العامة. الاستهداف العسكري الجوي جاء على إثر تصريحات متقاربة المضمون متشابهة الهدف بين قيادات الانقلاب في صنعاء ونظرائهم قيادات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، تصريحات تضمنت كمية من التحريض ضد انعقاد جلسة البرلمان في سيئون. فبينما وعد القيادي والمدعوم من الإمارات هاني بن بوريك من أسماهم شعب الجنوب بخبر سيرونه ويسمعونه داعيا إياهم إلى ربط الأحزمة والاستعداد، قال القيادي الحوثي محمد البخيتي إن السكوت على انعقاد البرلمان في سيئون تحت حراسة لواء سعودي سيشكل إحراجا أعمق للانتقالي، لأن هذا يدل على قبوله بمبدأ فصل حضرموت عن الجنوب حد قوله. معطيات وتحديات تؤكد وحدة الهدف لدى ميليشيا إيران والإمارات في اليمن، مشاريع سلالية وفئوية تحاول الحكومة الشرعية ومعها القوى الوطنية التصدي لها. أبدأ النقاش مع ضيفي من حضرموت الكاتب الصحفي عوض كشمي. أهلا بك أستاذ عوض. أهلا. بداية، كيف تتابع مجريات المشهد بين عدن وسيئون على وجه الخصوص؟ على أي حال، من يفكر في وجود بدائل لإقلاق الأمن سواء كان في حضرموت أو في عدن أو في المكلا أو في اليمن بشكل عام، لا أعتقد أن هناك يجد مبرر لتحقيق نوع من الاستقرار للناس في هذه البلد. البلد محتاج إلى تكاتف كل القوى الوطنية لوجود الأمن والاستقرار والتنمية وإيجاد دولة تعبر عن مصالح المواطنين شمالا وجنوبا. طيب أستاذ عوض، ما قراءتك لطبيعة التصريحات الصادرة مؤخرا بالتزامن بين القيادة الحوثي البخيتي وبن بريك فيما يخص استعداد سيئون لاستقبال جلسة البرلمان؟ أي تجاذبات سياسية تدعمها أطراف لا يروق لها استقرار اليمن لن تؤدي إلى نجاح العملية السياسية أكانت لدى هذه الأطراف أو لدى الأطراف الشرعية. المطلوب والمؤكد أن التجارب الماضية لليمن يبدو أنها أعطت اليمنيين تجربة واضحة بأنه لا يمكن أن يحكم طرف بمفرده عن بقية الأطراف، ولا هناك حل إلا بوجود شراكة وطنية، شراكة وطنية وفقا لبرنامج وطني تم التوافق عليه ومشتركات وطنية. ينبغي أن نلتزم لعقد الدستور ولا مجلس برلماني ينعقد في ظروف مستقرة، وأيضا هذا البرلمان ليس قرآنا، البرلمان هم منتخبين من أبناء الوطن ويلزمهم دستور وقانون، وهم في كل حال سيتغيرون اليوم أو غدا. ما يهمنا هو وجود مؤسسات شرعية ومؤسسات دولة تحافظ على بقاء الدولة، تحافظ على مصالح الناس، تحافظ على مصالح المواطنين، تحافظ على العملية السياسية وعودتها وتفعيلها من جديد في إطار عملية توافق أو اتفاق مع المنظومة الإقليمية والدولية الراعية للمنجز الوطني. طيب، أرحب من حضرموت أيضا بعصام الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء. أهلا بك أستاذ عصام. حياكم الله، أهلا وسهلا بجناب بلقيس.
شكرا لك. لو في البداية تحدثنا عن استعداداتكم كسلطة محلية لاحتضان جلسة البرلمان. أولا نشكركم على مساهمتكم دائما في تغطية الأحداث في سيئون وحضرموت وخلج من العامة، يدل على عمق عملكم الإعلامي. أولا الاستعدادات ليست من اليوم، ولا هي استمرت على فترة طويلة، على خطط كاملة لاستيعاب هذا الحدث الكبير الذي يعتبر منعطف تاريخي في الدولة الشرعية في اليمن. لذلك كانت الاستعدادات كبيرة لنا في الناحية في السلطة المحلية وفي القوات الأمنية لتساهم مساهمتها وتأخذ نصيبها من في استقرار وأمن اليمن إن شاء الله. وأتمنى أن يكون هذا الإنعقاد لمجلس النواب هو بوابة الخير لليمن كامل إن شاء الله. طيب بالنسبة لخطط التأمين، سيحضر بالتأكيد العشرات من النواب، ما هي خطط التأمين لتأمين عشر هؤلاء النواب؟ وأيضا ما السقف الزمني؟ هل لديكم أي معلومات حول السقف الزمني لتواجدهم في حضرموت؟ أولا بالنسبة للخطة الأمنية، الخطة الأمنية وضعت من كل الجهات المعنية بهذا الكلام في المنطقة العسكرية الأولى والأمن وكل الدول الأمنية هم بالتعاون مع قوات التحالف العربي بالمملكة العربية السعودية، وضعت خطة متكاملة لإنجاح هذا العمل وهذه الفعالية في سيئون. بالنسبة للجدول الزمني، إلى حد الآن هذا الجدول الزمني يختص به الأخوة في مجلس النواب، فمن حقهم يختاروا الجدول الزمني متى ما الجدول الزمني جلساتهم كلهم كاملة. لا توجد أي صورة واضحة الآن حتى لحظة فيما يخص هل ستكون هناك استمرارية للجلسات أم هي جلسة استثنائية؟ والله بالنسبة لنا احنا في السلطة المحلية في سيئون احنا مستعدين لاستقبال الحدث مهما كان الجدول الموجود مطروح من الأخوة من في مجلس النواب. تمام. طيب سأعود لك أستاذ عصام، أعود مرة أخرى للأستاذ عوض كشمي. أستاذ عصام، إلى أي حد الشارع في حضرموت اليوم يتأثر بما يصدر من تصريحات؟ مثلا سواء التي صدرت عن قيادة المجلس الانتقالي. حضرموت تاريخها المدني والثقافي والعلمي والمعرفي عميق جدا، لا يمكن أن تكون محط بؤر لأي فوضى ولا أي صراعات. التجربة الحضرمية واضحة جدا ومعروفة في الداخل والخارج أنها منطلقات للسلم وقبول الناس والشراكة ورفض العنف من وجدانهم ومن منشأهم الثقافي. ولهذا ربما لو وجدت هناك بعض التعبيرات نحن نقول نعتبرها ظاهرة صحية وطبيعية جدا، ولكن لا تمس بالصالح العام ولا تمس بمصالح المواطنين ولا حركة الناس. يعني لنا الفخر الكبير أن تكون مدينة سيئون ووادي حضرموت هو الرئة التي تنفست منها اليمن بمطاراتها بخدماتها وهي استوعبت كل أبناء الوطن. هذا يدل على أن حضرموت تحمل مشروع وطني كبير تجاوز هذه الصغيرة التي يروج لها من حين إلى آخر. طيب أستاذ عوض، بالنسبة للاستعدادات اليوم الحاصلة لانعقاد هذه الجلسة، كيف تتابع هذه الاستعداد وما تقييمك لها؟ طبعا أولا شرف كبير لمدينة سيئون قلب وادي حضرموت أنها تحتضن جلسة مجلس النواب، وهذا يدل على الثقة ويدل على الرغبة الكاملة بين التحالف العربي والشرعية بأن وجود دولة مؤسسات تحكمها قيادة واحدة، قيادة عسكرية وأمنية واحدة، قيادة سلطة محلية واحدة، ولا توجد هناك أي انقسام لا في المستوى العمل السياسي ولا في العمل العسكري. هذا مهم جدا، هو الذي يساعد على وجود أمن واستقرار وحركة خدمات ووجود مستوى كبير من مؤسسات الدولة. الشيء الآخر أنه ما الضير أن يعقد مجلس النواب في مدينة سيئون. هذا مجلس النواب وجد للتعبير عن إرادة شعب كامل، ومسألة انعقادها مسألة مهمة جدا بعد توقف 4 سنوات من التعطيل بسبب وجود الانقلاب على مؤسسات الدولة والبلد تعيش حرب. يعني طالما أنها وجدت ثقة وجدت الرغبة والقناعة لانعقاد هذه الجلسة في مجلس، يجب الناس كلها تبارك. ما الضير، ما المبرر الناس تعرقل هذه الجلسة؟ هل فيها مصالح الناس ولا لا؟ يعني هناك دعم إقليمي ودعم التحالف العربي، لماذا نحن نجحده؟ ما المبرر إن توجد قوات سعودية أو قوات هي في إطار عملية التحالف العربي في شراكة في العام شراكة في الاستقرار؟ الموقف الدولي مختلف، والموقف الإقليمي في مواجهة أطراف أخرى انقلبت على الدولة. يجب أولا أن تعاد الدولة، لن تعاد الدولة عبر هذه المؤسسات
التشريعية المنتخبة. طيب سؤال أخير أستاذ عوض، بالنسبة للتحديات الأمنية اليوم كيف تنظر لها؟ طبعا هي شيء طبيعية يعني في تحصل هنا وهناك، ولكن أنا أرى وأعتبر أنه الأجهزة الأمنية المكلفة بالإدارة الأمنية هي تعي هذه الأمور، وعنوان حست هنا وهناك لم تؤثر على رغبات الناس ولم تؤثر على حركة الاستقرار والتنمية مستمرة، وبإذن الله المجلس يعقد دورته والأمور بتمشي طبيعية جدا. هذه بعض محاولات لإثارة الفوضى وإثارة الرعب ولخلق مخاوف عند الناس وعند بعض الأطراف الإقليمية الدولية، ولكن الأمور أنا متأكد أنها ستمشي بشكل طبيعي مهما كانت هذه الذبائح الصغيرة. أشكرك جزيلا كاتب الصحفي عوض كشميم، كنت معنا من حضرموت. أعود للأستاذ عصام. أستاذ عصام، ما يحصل اليوم في الشارع الحضرمي، طبيعة هذا ربما بعض الخلافة في وجهات النظر وأيضا ما بين مؤيد ورافض لانعقاد هذه الجلسات، كيف تنظرون له في السلطة المحلية وإلى أي حد له علاقة فعلا بقرار احتضان الجلسة البرلمانية؟ أول مرة الشارع في حضرموت وصيون خاصة، من حق أي إنسان في معروف بلد ديمقراطية، ومن حق الإنسان يعبر عن رأيه، ليس لنا اعتراض أي واحد يعبر رأيه بطرق سلمية، فنحن اخترنا طريق الديمقراطي ولا بد أن نتحمل كل من يعارضنا في هذا الجانب. إنما رأيته في المقطع أنتم اللي تعرضون قبل قليل حق مجموعة من الناس في سيئون بطريقة عفوية يجمعوا حطام الطائرة اللي كانت تستهدف سيئون، وهذا هو الشارع الحضرمي يعبر بطريقة فطرية وعفوية أنه مع الأمن والاستقرار في سيئون. بما أنك أشرت لحادثة الطائرة، بالنسبة للتحديات الأمنية اليوم، ما أبرز هذه التحديات وإلى أي حد يمكن أن تؤثر أو تضع مخاوف وتعرقل من عمل البرلمان في حضرموت؟ الكل يعرف ونحن في السلطة المحلية نعرف هذا، أنه اليوم بشكل عام يمر بتحدي كبير، تحديات الأمنية في كل جانب ليس ممثلة في حد، ولكن هي حرب مفتوحة مع الحوثيين في العاصمة والسلاح مع السلطة، وأكيد هم لا يريدوا أي أمن واستقرار وأي تأسيس لشرعية في البلاد كلهم، يبدأوا بالشرعية وهم من قام ضد هذه الشرعية بانقلابهم على الحكومة الشرعية، فهذا لا يريدوا هذا، وأكيد في جهات أخرى تعمل سرا وجهرا لتقويض هذه الشرعية، ولكن أبناء وادي حضرموت وأبناء سيئون خاصة وأبناء حضرموت عامة هما حسب أمرهم في هذا الجانب، أنهم يريدوا أمنا واستقرار ودولة شرعية تمثل كل أبناء اليمن، وكانت سيئون هي الوعاء الذي أو الرئة كما وصفها الأخ عوض التي تنفس منها اليمن من خلال خدمات تقدمها لكل أبناء اليمن من خلال فتح المعابر الدولية بالمطار ومنطقة الوديعة والطريق الدولي المؤدي إلى محافظة المهرة، فهما أبناء سيئون بهذه الطريقة. طيب أهمية انعقاد جلسات البرلمان في سيئون اليوم بالنسبة لحضرموت بشكل عام؟ أكيد هذا الحدث حدث كبير جدا بالنسبة لأبناء حضرموت، ولا وأقولها دائما بأنه إذا كان ثمن هذا أن تكون سيئون هي الوعاء الذي يلتقي فيه اليمني على مدى السنوات الماضية، فلا بد أن يكون أصحاب سيئون بنفس هذا الوعاء الذي يحتضن كل الشرعية وميس النواب أن يعقد فيه، فهذا فخر لكل أبناء حضرموت وسيئون خاصة أن يعقد هذا الميلس ويكون سيئون هي البوابة للخير لمن الاتحاد القادم إن شاء الله. طيب استقرار الأوضاع أكثر في حضرموت، سواء انعقاد جلسات المجلس النواب، الرحلات الدائمة وتسير كما أشرتم أنها ربما من المنافذ المهمة اليوم لليمنيين، على المدى القريب ما الذي ستكسبه من سيئون، ولماذا التخوفات اليوم المتواجدة بالبعض من هذه المكاسب لحضرموت ولسيئون والمكلا؟ أقول لك نحن هي مساهمة منا، أقول أقل على حد الأدنى من المكاسب اللي تكسبها ينظر، نحن مساهم من أبناء سيئون لترسيخ دولة شرعية قوية إن شاء الله بأقاليمها ستة إن شاء الله المستقبل آمن، هذا نحن ما نبتغيه في السلطة المحلية في وادي حضرموت، لا ننظر أي مكاسب، ولكن من حق سيئون أن تأخذ لها نصيبها من مشاريع إن شاء الله القادمة بالتوجيهات المرتقبة من رئيس الجمهورية إكراما لسيئون ولحضرموت خاصة لاستقبال هذا الحدث الكريم، فنحن تعودنا من سيادة الرئيس أن يكون له توجيهات طيبة في هذا الجانب، فاستقرت أوضاعنا في مجال الخدمات بالتوجيهات من سيادة الرئيس،
ونحن ننتظر الخير دائما لكل اليمن وليس لحضرموت خاصة. ما الذي تنتظره في هذا الجانب من الرئاسة ومن الحكومة؟ نحن ننتظر الخير لليمن كلها كاملة ونحن نزل من هذا اليمن. طيب بالنسبة للخطط الأمنية اليوم والتحديات، إذا ركزنا على هذه النقطة بشكل أكبر اليوم، هذه الخطط الأمنية إلى أي حد هي؟ هل مثلا حادثة الطائرة هذه كان ربما من أعلى سقف متوقع من التهديد الأمنية، أم ربما هناك توقعات بأشياء أخطر ربما قد تعرقل صفوة؟ لا العكس، نحن بالنسبة للأمنية والتحديات والتوقعات نحن نتوقع الأكثر من هذا الكريم، مستعدات اللين أمني بكل أدراعها في القوات المسلحة والأمن وكل الاستخبارات المدنة على استعداد كامل للتعامل مع أي طار يحدث في هذا الجانب بالتعامل مع قوات التحالف. وكان فعلا اليقظة من الأخوة كانت هدف أنه طائرتين تسقط في نفس اليوم. أشكرك جزيلا أستاذ عصام الكثير، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء، وينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض البرلماني محسن باصر عضو مجلس النواب. أهلا بك أستاذ محسن. حياكم الله. لو تضعنا في آخر الأجواء والتفاصيل لانعقاد هذه الجلسة المرتقبة في سيئون، هل حدد الموعد؟ هل هو السبت؟ وأيضا تفاصيل أخرى يمكن أن تقدمها المشاهدين من خلالك أستاذ محسن. حقيقة الأشياء جاهزة، كل الأمور جاهزة من ناحية برنامج المجلس، الأعضاء يتهيئوا الآن للانتقال إلى عاصمة حضرموت سيئون، الأمور كلها جاهزة لانعقاد الجلسة إن شاء الله خلال اليومين القادمين إن شاء الله. لم يحدد موعد حتى الآن ما دام خلال اليومين؟ خلال اليومين، يعني اليومين سيكون هو بين الجمعة والسبت، ولكن سيكون إن شاء الله خلال هذه 48 ساعة ستنطلق الجلسة الافتتاحية وستنطلق انتخاب هيئة الرئاسة وستنطلق أيضا كذلك حضور كافة السلطة، حضور البرلمانات الدولية، حضور البرلمان العربي، حضور كافة مكونات السلطة، السلطات الثلاث التشريعية والتدريجية والقضائية والشخصيات الاجتماعية. سيكون عرس سياسي بامتياز، وهو عاصفة ثانية بعد عاصفة حتى هي عاصفة سياسية. طيب في تفاصيل هذا العرس الذي أشرت إليه أستاذ محسن، هل فقط الهدف من هذه الجلسة انتخاب وتشكيل هيئة رئاسة، أم ستكون هناك استمرارية لعمل المجلس؟ نحن نعد ديمومة المجلس، نعد ديمومة المجلس وتفعيل المجلس بلجانه بمجاله التشريعي بمجاله الرقابي، عودة المجلس مع عودة الحياة السياسية، عودة المجلس معنا عودة الحياة الاقتصادية، عودة المجلس معنا تفعيل مكونات الدولة، عودة الميت معناها تفعيل مؤسسات الدولة، عودة الميت معناها عودة الحياة، عودة أيضا الروح للمواطن، عودة الأمن والأمان، تجديد بناء الفساد، هذه كلها أهداف لعودة المجلس. والمجلس سيكون ليس كتطبيق ولكن سيكون في ديمومة ببرنامج متكامل ستقدم الحكومة ميزانية العام 2019، ستقدم الحكومة ما قدمته خلال الفترة الماضية من أعمال، ستراجع من الحكومة، سيشفف منابع الفساد، هذه كلها ايش؟ ستخرج اللجان الى خارج البلد لاطلاع البرلمانات الدوليه، لاطلاع الشعوب العالم العربي والدولي بافعال الانقلابيين الاستقلاليين، ستكون هذه كلها عباره عن اهداف للميس، ستكون هذه كلها مناشط سيقوم بها الميس خلال الفتره القادمه ان شاء الله. طيب في تصريح اليوم للمحافظ محافظ حضرموت، قال ربما أن عدد أعضاء مجلس النواب الذين وصلوا لا يتجاوز عدد الأصابع، هل التأخير في وصول العدد من ناحية أمنية أم هناك ما زالت بعض الإشكاليات اللوجستية؟ لا لم يتوافق حديث حتى هذه اللحظة أي عضو من أعضاء المجلس إلا بعض أبناء المحافظات المجاورة الذين هم خارج الرياض، أما نحن لدينا ثقافة تشاور في الرياض والأعضاء متواجدين وسينطلقوا إن شاء الله خلال الساعات القادمة إلى سيئون إن شاء الله. والعدد بأغلبية يعني طيبة جدا وبشرعية، نحن ستكون الجلسة علنية وليست لن يجتمع داخل المجلس لا 40 ولكن أكثر من 50 زائد واحد. طيب هل هناك بعض المفاجآت في بعض الأسماء والأعضاء الذين سيحضروا، خصوصا الذين أعضاء كانوا متواجدين خلال الفترة الماضية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي؟ والله حقيقة نحن كل الأعضاء حتى الذين موجودين عند الحوثي كلهم زملاء، وسيكون الكشف الأعضاء ميزنا كل الأعضاء الأحياء، سيكون في خارج الكشف كل الأعضاء المتوفين فقط
اما كل الاعضاء هم مطلوبين، دعوه رحمه انت ليست للاعضاء الموجودين في الرياض او موجودين في القاهره او موجودين في ابو ظبي او موجودين في تركيا، كل الاعضاء في الداخل والخارج دعوة لكافة أعضاء المجلس من غير المتوفين طبعا التي خليت ليش مقاعد. طيب في موضوع الرئاسة المجلس، حسم الموضوع وتم التوافق على الرئاسة بين الجميع. القوى السياسية طبعا حسم المبادرة الخليجية ومحاولات الحوار الوطني تم توافقت وتنازلت لبعض البعض لمصلحة توافقت مصلحة البلاد التي يكون هناك صندوق اقتراع بهذا التوافق. ومعلوم ان بعض الخليجية حددت للمكونات السياسية كم للمؤتمر كم للإصلاح كم في القوى الصاعدة، ايضا للمحافظات الجنوبية كم مقاعد، المحافظات الشمالية كم مقاعد، هذه كلها المعايير تبحث وسيكون هناك صندوق اقتراع بالتوافق بين كافة القوى السياسية الموجودة داخل البلاد. إلى أي حد؟ وسيعلن أيضا في داخل وسيعلن أيضا في هذا المجلس بهذه الإنتاج السياسي احتحال سياسي من كافة القوى السياسية المساندة للشرعية. سرور عضو مجلس النواب من الرياض، شكرا جزيلا لك. وصلنا لختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، في أمان الله.